منذ 19 من العمر وجدت شغفها في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة. هكذا بدأت تصميماتها الفنية التي تقترن بإيمانها بأن المجوهرات هي ثروة تراث وشغف وقصص حياة. لمدة 10 سنوات كانت مجوهرات ضيفتنا خاصة بكبار الشخصيات. الآن تقدم هذه التصميمات للجمهور لأول مرة من أعلى قمة برج خليفة. للتعرف أكثر على هذا المجال الريادي يسعدني أن أحاول اليوم السيدة أريج النزار مصممة مجوهرات والمدير الإبداعي لدار أريج للمجوهرات. صباح الخير أريج. صباح النور. نحن مبسوطين فيك اليوم. أنا أسعد. Thank you so much. يا هلا أريج. يعني ما شاء الله مثل ما حكينا بالمقدمة من عمر 19 وعندك شغف للمجوهرات، كيف لحولتيها لحقيقة؟ وكيف دايما يعني بكل مقابلاتك وبالويب سايت تبعك وبكل المنشورات عنك بتقولي انه كل قطعه هي قصه تراث، قصه ثروه، قصه شغف، قصه حب. يا ريت بتخبرينا عن هذا الشيء. بصراحه بدا الموضوع انه انا عايشه بعائله يحبون المقتنيات، يقتنوها والاحجار الكريمه بشكل عام. فكبرت وأنا أشوف قطع فنية جميلة يعني أو أحجار، لكن ظليت أفكر شو ممكن أوظف هذه القطع الجميلة، أحولها من أنه هي مجرد حجر ساكن إلى شيء يتفاعل ويانا بشكل أفضل. وهذا الشيء وصلني إلى أنه المجوهرات هي أفضل طريقة أنه واحد يخلد بها الذكريات بشكل جميل. صحيح. أنه تحولين القطعة من مجرد ذكرى أو حجر ساكن إلى قطعة تتكلم، خلينا نقول مثل آلة الزمن يعني. فدرست أيضا تصميم مجوهرات وقرأت هواية عن المواضيع. بعدين بدأت أشوف أنه بالفعل المقتنيات هي ترتبط بشخصية الإنسان وتأثر على خلينا نقول المود مالته، ساعات اهتماماته بشكل عام، وتحكي عن ذوقه. فالمجوهرات بشكل عام هي قمت أشوف اللي أنا أسويهن خلينا نقول بشكل عام هي كلش أجمل من المصوغات الذهبية اللي إحنا نلبسها اعتياديا، لأنه بيها معنى وبيها بعد أكثر من مجرد قطعة جميلة أنه ترتديها للزينة يعني. نعم خلاص. نعم رائع جدا يا أريج. أريج مثل ما قلنا كمان بالمقدمة أنه مجوهراتك لمدة 10 سنوات كانت خاصة. نعم. بالعائلات المالكة وكبار الشخصيات، بس هلأ لأول مرة تقدم للجمهور ومن أعلى من على أعلى قمة برج خليفة. نعم. خبرينا عن هالمجموعة، مجموعة برج خليفة. مجموعة برج خليفة أنا حاولت أنه أحول خلينا نقول أو أبدي فن جديد أنه هو مستوحى من دبي كإنجاز بشكل عام. درست مثلا بعدة مدارس فرنسية وإيطالية، فمن ضمن الدراسات اللي أخذناها مثلا كان أكو نوع اللي هو الأرت نوفو، خلينا نقول كان مستوحى من جاليري بباريس فتح. أرت ديكو مثلا بدأ قبل الحرب العالمية الأولى، وكان بدأ البشر خلينا نقول يستوحوا من بداية خلينا نقول ظهور الناطحات السحاب وغيرها. نعم. فصارت هاي الأشكال الجيومتريك يعني. نعم. فخلال هذه الدروس اللي كنت أخذها دائما أفكر أنه زين دبي كمدينة جميلة كإنجاز، ليش ما إجا أي مصمم استوحى منها الشيء يعني؟ فإنه هي مدينة جميلة ملهمة يعني. فبديت هذا المشروع، وطبعا شكر لعمار أنه خلينا نقول آمنوا بالفكرة هذه وحبوا يشجعوني يعني. فأكيد تسمحوا لي أنه أجي أستعمل شيء مثل برج خليفة ودبي وأستعمل بتصاميمي خلينا نقول. فأكيد يعني حابة أنه أطور الموضوع أكيد بالمستقبل كخطة مستقبلية. فأعلى قمة بالعالم أكيد دبي. أكيد. رقم واحد في كل شيء يعني. فإن شاء الله يا رب التوفيق. إن شاء الله الله يوفقك بهالمجموعة الجديدة يا رب. وأريج للمجاهدين اللي عم تحضرنا اللي بدها تفوت بنفس الدومين بنفس المجال، مجال المجوهرات، شو نصيحتك لهم؟ يعني شو اللي كان سبب نجاحك وعوامل نجاح ريادة الأعمال في مجال المجوهرات؟ والله أنا برأيي يعني هو النجاح إلى طرق عديدة يعني، وهو يعني the one million dollar question. أنت ماكو شيء معين هو تقولين هذا اللي يسوي النجاح. صحيح. إلى جانب أنه أنا ما أشوف نفسي ناجحة لدرجة أنه أقدم نصائح، ولكن أتذكر أنه قرأت مرة كتاب لتود هنري اسمه داي إمتي. فبالسطور الأولى حكى عن قصة أثرت بخياراتي بهواية أمور، فهي قصة قصيرة إذا تسمحي لي. انه بروفيسور يسال طلابه شنو اغلى بقاع الارض، اغنى بقاع الارض. ف
فالكل جاوب انه اللي يقول كاليفورنيا واللي يقول ميدل ايست اللي يقول العراق، لكن كانت اجوبتهم كلها غلط. فقالهم اجوبتكم بعيده كل البعد عن الجواب الحقيقي. الجواب الحقيقي هي سوري المقابر، لانه مليئه بالافكار اللي ما رات النور، مليئه بالروايات اللي لم تكتب، مليئه بالاحلام التي لم تحقق. لذلك الانسان should die empty، انه يطلع افضل ما عنده ويحاول ينجح. فهذا الشيء ساعدني، اتمنى يساعد اذا في حد يشوف. اكيد داخل كل انسان بينا جزء قادر على الابداع، احنا خلقنا لنبدع. يعني الى جانب انه صحيح اني عراقيه وافتخر باصولي، ولكن حقيقه يعني الوطن الوحيد اللي انا عرفته خل اقول هو الامارات، يعني لانه الوطن هو شعور قبل ان يكون مكان. يعني صحيح. فالوطن هو الذي يؤمن بيك، يوفر لك الفرص، يوفر لك. على فكره بيليدني للسؤال الثاني اللي هو شو الدعم اللي قدمت لك اياه دوله الامارات؟ شو عشان بمجالات كثيره مثل ما تفضلت وقلتي الامارات ودبي سباقه دائما بتشجيع رواد الاعمال، ليش الامارات؟ ليش انطلقت من الامارات؟ بعرف انك خلقتي هون بس انه يا ريت تخبرينا. انا لا مولوده بالعراق يعني، ولكن ما عشت بالعراق يعني. فحقيقه يعني الامارات هو الوطن الوحيد اللي انا عرفت احكي عن نفسي كاريج. يعني فالوطن هو الذي يؤمن بالانسان، يشجعه، يحفزه، الى جانب انه كون انه احنا تربينا بهذا البلد. يعني احنا تربينا بلد القائد مالته يعمل ليل نهار لاجل ان يسوي البلد هذا مركز اول. دعم لا محدود للجميع. يعني انا ما اتكلم فقط عن نفسي، اتوقع الكل يعرف صار انه اكو فد ثوره ابداعيه تصير، يعني خلينا نقول جولدن ايج. نعم. بهالفتره. فإذا مو كل هذا محفز، ما أعرف شنو ممكن أكثر يحفز الإنسان. أما أنا ليش بديت منه، فأتوقع أنه يعني قلت لك أنه أنا أعتبر هذا المكان هو مثل وطني. فالإنسان إذا ما يبدي من وطني من وين يبدي يعني؟ صحيح صحيح، رائع. يا إليج، إليج شو مشاريعك المستقبلية؟ بعرف هاي لا في مجموعة برج خليفة، بس نعم. بعرف أنت ما بتتوقفي عن الإبداع. والله عندي أكثر من خطة. يعني اكو خطط قيد التنفيذ، انه خلينا نقول انه نوصل براند اريج للعالميه ان شاء الله، الى جانب انه انا بديت خلينا نقول انه تحويل او انشاء، خلينا نقول ما اريد اقول اني راح انشئ، بس انا دا اقول انه دا احاول انه بالفعل يكون اكو نوع من الفن جديد مستوحى من دبي كانجاز. دبي مدينه عظيمه، اتمنى انه استمر بهذا الموضوع. حابه اوسع المجال مش بس جولري، ليشمل اشياء اخرى مثل الفاين ليفينج ارت وغيرها. يعني فاتمنى اكيد الانسان ما ينجح وحده، دائما اكو ناس تدعمه. فان شاء الله انه احصل الدعم المطلوب انه اوصل هذه الفكره، يعني طبعا بدعم من الجميع، وممكن انه حتى مصممين اخرين هم يبدون يفكرون بهذا الموضوع انه يستوحون من دبي كإنجاز. نعم. يعني نعم أكيد. وهلأ يعني عم تفكر تنطلق في بلدان معينة بدك تتعاملي معه؟ إن شاء الله. أي يعني أكو هواية خطط مستقبلية قيد التنفيذ خل أقول يعني. يعني أكيد دبي هي الأساس يعني. نعم. يبقى يعني، ولكن أكيد يعني أنا أريد أنه أريد جولري تنطلق للعالمية. فإن شاء الله يا ربي، ان شاء الله احنا نسوي اللي علينا والتوفيق من الله. ان شاء الله. الله يوفقك دائما. أريج النزار، شكرا جزيلا لوجودك معنا حبيبتي. ثانك يو سو ماتش. شكرا لاستضافتي. يا هلا يا هلا. وهلا بنعود لكم امل مهران لاستكمال فقرات اكسبو هذا الصباح.